هاد هو الكريبر الطبيعي العادي اللي بنعرفه، وهاد هو الكريبر العملاق. بفيديو اليوم كل اشي رح نواجهه رح يكون عملاق. بقر عملاق، نحل عملاق، زومبي عملاق، حرفيا كل اشي عملاق. بس عندي سؤال بسيط، التنين يا ترى كيف حيكون شكله؟ جايز احنا وصلنا الاسبوع الماضي 200,000 مشترك، وهاي المناسبة ما رح تمر مرور الكرام، لا الفيديو القادم رح يكون احتفال بال 200,000 مشترك بإذن الله تعالى. الفيديو كمان رح يكون فيه جوائز للمتابعين، فاللي مش عامل فولو على الانستجرام ومش متابعني على الديسكورد رح يروح عليه كثير جوائز. مش فريقي، رح اروح اجيب كاسة مي واجي. كيبورد جديد، او ماي جاد بيضوي وبيطفي كمان. طب ايش راح تعمل بالكيبورد القديم؟ وات، هاي كل اشي قديم عندها بتكبه. ايش في؟ رحت اشرب كاسه مي انا بس، اعطيني الكيبورد تاعي. عن جد كنت مفكره حالي اني بتعامل مع دميه، طلعت عن جد بتعاملش مع دميه. استاهل كل اشي راح اعمله فيك. Why are we still here? Just to suffer. اما ده بقى اخر زمن. كيبورد جيمينج بدل كيبورد ابو الليرة اللي عندي. جايز اسمعوا لي صوت الطرب، طلعوا جايز بقدر اغير الالوان كل سهولة، بقدر اتحكم بجهاز كامل بس من خلال هذا الاشي فقط. بقدر اطفي الجهاز، بقدر اشوف الساعة، بقدر اعرف كم تطبيق انا مشغلة بالخلفية. بس 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 احلى اشي صراحة هو قطعة صغيرة جاي معه. صراحة جدا جدا كنت محتاجة هاي القطعة، بس ما رح احكي لكم شو استخداماتها، رح احكي لكم استخداماتها بستريم رح اعمل على تيك توك، لانه صراحة هاي القطعة بتخص الستريمر بس والناس اللي بيحبوا الستريم، كنت كثير محتاجيتها. بكفي استعراض للكيبورد زي كأنه ما حد جاب كيبورد بحياته غيري. اوكي جايز يلا خلينا نبلش الفيديو، ليتس جو. او ماي جاد، وات انا اللي معه ولا انت اللي معه؟ انت كثير كبير، عم بركلني باجرى. او ماي جاد قديش البقرة كبيرة، معقول بقرة فجول كهف؟ كهفت ظهرها طلعت ايش في؟ كل عالم متخلف، طب ليش مش انا كمان كبيرة يعني وانا العدل؟ اوه مستر تشيكن والله كمان دجاجة كبيرة. هي 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 لا 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 من دجاجة تدعس علي، ما اموتش من دجاجة. بقدر اضربها من جريها. او ماي جاد اخذت لحمة، او ماي جاد اللحمة كانها كانت كبيرة. اللي بينزل كل اشي كبير والله، كل شيء عملاق بالجيم جايز، يعني مش بس الحيوانات. اوكي خلينا نكسر شجر. او ماي جاد طلعوا ما اكبر الدكه. خلينا نطور ادواتنا شوي صغيره عشان هدفنا الرئيسي رح يكون يا جايز كثير صعب، واللي هو انه نقتل التنين بايدنا. لا تسالوني كيف حقتل التنين بايدي، انا بالوضع الطبيعي دروع نذر رايت مطوره وما اقدر اقتل التنين، فالتنين اتوقع حجمه رح يكون مضاعف، كيف حقدر اقتله بايدي؟ ما بعرف. وات ذا هيل اجري. اجمع شوية ستون لحتى اعمل فرن واعمل اكل، اني حموت جوع كمان شوي. نعمل فرن، طيب الفرن. ودي المحم كبيرة، تحس الاشياء هون لها قيمتها، فحم فهمي فحم زي كاني بحكي دايموند. قديش هتكون حلوة الدايموند لو لقيناها هون كثير كبيرة. ايرون، او ماي جاد قديش حظي حلو. ايرون ضخم، كثير ضخم. بدنا نحط هدف انه ما نحاول ننام ابدا، انا قررت اصير شجاع بماينكرافت يا جماعه. ما بعرف ليش حصل لي حد بعد 5 ثواني على هذا القرار. اسمعوا جد هالمره حتحدى الخوف، حتحدى نفسي، اتحدى العالم كله وانا وياك، واقول للعالم كله ان انا بهواك. ايش نعم إيه؟ لا مش هيك، مش انت اللي. او ماي جاد وات، او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد ايش هاد جايز؟ هاي 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 مش كريبرز عاديين. لا 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 تو 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 ايش في ايش في ايش لا 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 وانا اهرب وانا اهرب مش عارف وين اروح. اترك طيب كيف اترك؟ ابي اترك ابي اترك ابي اترك. لا 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 حد اذا بينفجر، اتوقع الانفجار تاعه كثير كبير. بمزح بمزح بمزح، موت يا كلب يا بيكن يا بيكن ليش صرت كبير؟ واعتقد اهم شيء ممكن نعمله هلا حاليا الدرع، انه حيكون كثير حركه ذكيه اذا بعمل درع. او ماي جاد اسمع اقسم بالله اني نأذت، طلع السكيلتون كثير كبار. انا ليش حطيت قرار اني ما انامش؟ مش فاهم. قريه قريه قريه، او ماي جاد هذول قرويين ايش في؟ او 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 او
في قروي نايم بس تخد شكله مش واسع. درع فقط بس اللي نايمين للقروي. اوه ماي جاد الايرون جولم ما بمزحش معه. طلع اوه الحمار احلى شيء الحمار. اسمع بدي احاول اركب عليك. جايز انا راكب تحت الحمار مش على الحمار. حيوان اصلا انا اللي بدي اركب عليك غبي. ايش بيساوي هاد؟ لا اصحى. طيب بقدر افوت براسه حاليا؟ انه فايت براسه وعادي الموضوع طبيعي. هاي سكيلتون. هاي فكري بخاف منك. انا ما بخاف منك ولا من اشكالك. شو هذا اللي جنبه؟ ايش فيه؟ حيوانات غريب ماينكرافت. ايش كريبر؟ كريبر كلب. حيدعس علي حيدعس علي. او ماي جاد هذا اعظم انفجار كريبر شفته في حياتي. كثير كبير الاندرمان. او ماي جاد بس اتوقع ما بيقدر يشوفني. لا 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 عصبت عصبت مرت عليك مرت عليك مرت عليك. باشا 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 والله العظيم مرت عليك والله العظيم مرت عليك يا زلمه مرت عليك. هاي ايرون جولم ايش فاني ايرون جولم ايرون جولم بليز هيلب. كنت عم بموت تحدث نفسي واموت كل مره. هذا الكلب وين؟ لا لا اطلع زين تعال يا كلب والله علمك الادب زين. يا حيوان استاهل يلا. دمي ليه هيك؟ انا تأذيت. وات انا شو دخلني؟ انا هذا الدرع المفروض انه بحميني. دفنا هلا حاليا نفوت على الكهف نروح ندور على الدايموند عشان نفسي اشوف حبه الدايموند وهي كثير كبيره. بس بدي اروح هلا اقتل ايرون جولم. ما بعرف ليش واثقه من نفسي لهالدرجه اني اقتل ايرون جولم بهاي الضخامه. ضربي منه انا بروح. دقيقه وين رحت؟ حموتك يا كلب انا بورجيك. لا يا باشا عم بموت. يس والله اني اسطوره. اي نعم ببلع ريقي قاعده بس لا تركزوا بالموتات اللي بموتها بس انه ركزوا بالاشياء العظيمه اللي انا قاعده بحققها. طلع الخفاش ما كثير كبير خفاش بس الحمد لله انه ما بيهجم. اوكي جايز رحت شغلت بس الشيء عشان اقدر اشوف بالكهف. اوكي صرت اشوف اكثر بكثير بس انه يعني بدي اشوف الدايموند. انا كمان يعني مش حاضر اعيش بدون هيك. انا حنزل اواجه انا مش حخاف انا حكون انسان شجاعه. اوكي لا بمزح شجاعه زبط الطين انا. اوكي مبدئيا هسه انا لازم اطنش كل شيء شايفته بوجهي وادور بس على دايموند. اوكي جايز انتم مش لازم تفوتوا هون المفروض هذا المكان ما بيوسعكم. ايش فيه؟ كيف كلهم فاتوا؟ نو دايموند زيرو دايموند بليز دايموند. او ماي جاد دايموند ليتس جو دايموند. صراحه كثير متحمسه اشوف كيف شكلها راح يطلع. او ماي جاد احلى حبه دايموند بشوفها في حياتي. نايس نايس اربع حبات نايس. هلو ذير في حبه واحده حتكون بس يعني مش حتكون كثير. اه اكثر من واحده حلو نايس. ثلاثة عزيني. another diamond let's go. لا تخرب فرحتي بالدايموند. لا 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 خلونيش افرح بالدايموندات حقتي. اوكي هي حبة واحدة كنت عارفة. ممكن اطلع زين هذا ممر مائي. اعتقد لازم الاقي طلعة في اسرع وقت ممكن بس مش بالطريقة هذه. او ماي جاد او ماي جاد من متى الكريبر بدمجني وانا بالمي؟ من متى الاشياء بتتغير بماينكرافت؟ ليش هذول كتار؟ ليش هذول كتار؟ يا 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 لا 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 تنتو قاعدين متهاوشوا صح؟ المفروض انا ما دخلني بالتوشك. يا كلب يا كلب يا كلب يا كلب يا كلب. او ماي جاد او ماي جاد حموت 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 حموت. نو 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 هيلب هيلب هيلب. حشرني بالزاويه الحيوان. طلعت على السطح يا جماعه الخير. خلوني هسه اقتل شويه حيوانات عشان اسحب حالي واروح على النذر. فين اللحمه؟ او وات اوف ذس؟ ايش في سمكه هاد ولا شو؟ اوبا نو 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 نو. او ماي جاد ليه ما متت؟ وات ايش صار؟ كيف طرت؟ او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. ايش اللي عم بيصير؟ ايش اللي عم بيصير جايز؟ وات ايش في؟ ايش هذا اللي بايدي؟ انا كيف عم بطير؟ وات جناح الترا ايش؟ انا مو فاهم. هادي ما تدمجتش جايز. ايش هذا اللي بايدي؟ اول مره في حياتي بشوف ماينكرافت. نايس انا سمعته بطل زي سهم. استنوا او ماي جاد سهم ضربة واحدة بس. اوه اعين على الاشي اللي بدي اياه بموت مباشرة. جايز ايش قادر تريني؟ آلة خارقة آلة سحرية. او ماي جاد ايش في كم الدمج تاعه؟ اتاك 9 دمج عادي ليه هالقد طلع بده دمج مش فاهم. او ماي جاد بدي ارجع عند اللافا جايز عشان بدي ابني ايش اروح التنين انا وسلاح الخارق هذا اللي معي. اعطيني اللافا اللي هون خلينا نبني منها افضل بوابه. شو اسمه احكي
اي بعد عن ابعد ابعد ضربة واحدة بموتكم كلكم. والله مات يو مات او ماي جاد حتى ام بعي او ماي جاد. ايش في سنايبر؟ ايش شو ايش ايش نعم جاب الضربة من كتير بعيد فاعتبر ليها ام سنايبر. حس حالي مهكر اللعبة وانا مش وانا مش عارفة اصلا كيف مهكرتها. يا الحيوان كيف تجرؤ؟ شلي ثلاث قلوب الكلب. ايوه روح النذر هسه والله لانتقم من كل الاشباح اللي موجودين غاد. يلا باي باي ايها العالم الكلب. هاي اي كان كيل يو اول. سرجي حد يقرب علي فيكم. او ماي جاد لا لا ليش تدعش. في هذه اللحظة ادرك ابو حمدان ان جاب العيد. وات وات ذا هيل نو نو وي رسبطت مكان كثير. لا 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 طب انا وين؟ طب وين الاشي؟ لا طب كيف كيف ارجع؟ كيف اروح؟ وين اروح؟ بعد ساعتين محاولة وانا كرييتيف ادور انا وين متت ما لقيت ما لقيت. لقيت نحلة كثير كبيرة لدرجة اني استوقفني الموضوع عشان اشارككم. كل اغراضي راحت علي بدي ابني من اول وجديد. اوكي عادي عادي عادي. 5 minutes later. اوكي جايز هذا كل اشي بحتاجه لحتى اكمل مسيرتي اتجاه التنين ونقتل هذه النحلة عشانها بتستاهلش الحياة. What of this؟ قراصنة عملاقين. يا هلا يا هلا يا هلا. وي وي ماتوا كلهم بضربة. او ماي جاد شو هاد ليش كثير كبير؟ امشي عادي افوت. هاي يا رب يكون محمد مفيدة. وي ودع. اسمعوا عشان ما اكسر البي سي جد جد جد. او ماي جاد كمية الاندرمانات اللي واقفين فوقية. او ماي جاد خلص ما في مجال جايز انا نفذ الصبر بدي اروح اقتل التنين. يعني بدي اقتل التنين لحاله. هلو او ماي جاد او ماي جاد قديه كبير. او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد انا بقدر بقدر اصوب على هدول الشغلات واقتلهم؟ لا بقدرش. اوكي كيف بدي اطير فوق؟ او شت حموت. علي لا 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 اوكي اوكي خلنا ننتحر انا احسن في عندي خطة عبقرية. باتوا كلهم. لا 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 اوكي 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 اخوتي تمشي كثير عبقرية جايز. والله خطة عبقرية. اي 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 مين وقعني؟ والله جايز والله ما وقعت. في حد ضربني بيجر وطرت. اكبر تنين بمر علي في حياتي في ماينكرافت. حتى بوجود هذا الاشي الخارق اللي بين ايدي اثبت علميا اني انا رسميا جايز فاشله.